الوزير كتستحضرني واحد المثل كيدير وسواسا كيقول لك ماشي 41 اللي قتلات جمل، هذيك 40 اللي ديما كيهز. هذا واحد السيد زمان كان عنده واحد الجمل كيهز عليه 40 كيلو يوميا. واحد النهار تلقى واحد السيد قال لي عندي 41 كيلو، قال لي اودي ماشي مشكل غنزيد كيلو هزها. من يوصل مات ليه الجمل، مشى عند الفقيه ديالو ديال الدوار قال له اودي هذا الجمل راك زدت عليه كيلو مات. قال له ودي الاس، قال له راه ماشي 41 اللي قتلات الجمل، ديك 40 اللي كيهز لسنوات. واعترافكم السيد الوزير اليوم للاسف انا بعدا بردتي يا قلبي، انت هضرتي حسن منا كاملين السيد الوزير في واحد النقطه اليوم. قلتي بان ملي درتي صفقه تفاوضيه في 150 مليار، لان 36 مليار ديال لي رياكتيف ما نقدروش نقارنوهم بالاثمنه لانهم منتوج جديد. في 150 مليار لقيتي النقص حتى 20%، هذا اعتراف مسجل في اللجنه. وإلا طلينا على الميزانية ديالك عندك 4 المليار 440 مليار سنتيم في الام دي دي، على 1 المليار في لي سيغما، على 1 المليار في لاكاس ديال مليار وشي حاجة في لاكاس ديال لا فارماسي سونترال، يعني 6 المليار. إلا ضربنا ديك 20% اللي تكلمتي عليها لقيتها كتزاد، هي 120 مليار ديال السنتيم السيد الوزير. هذا باعترافك، يعني الصفقات قلب على هاد 120 مليار فين كانت كتمشي. كيتخيطوا الصفقات ويتقادوا، الصفقات التفاوضية غير تخاصموا عليها هذوك هما اللي الشيء، وشي كيشحن هنا وشي كيشحن هنا، الحمد لله ملي تخاصموا فتحوا هذا الشيء. السيد الوزير ما غنحملكش، أنا كنقول لك كلامي نوجه لبعض الناس عندك في الوزارة. هذه الفلوس اللي كتحلب من الميزانية العامة اللي كدوز من تمشي للوزارات المالية والدور وكتحلب، ها هي بينتيها أنت ماشي أنا اللي قلتها، قلتي لقيتي 20% النقص، كنتكلموا على 100 مليار. أراه الفلوس اللي كتحلب من جيب الشعب مباشرة، وغادي نستنجع ونمشي عاوتاني للملفات ديالك السيد الوزير. اليوم أنت علمتي على صفقة هذه الأيام، صفقة رقم 13/2020 باش تشريو الدواء. كاين الدواء اللي داير ليه بري استيماتيف السيد الوزير 4.80 درهم، واللجنة اللي حداها أخرى لهذا الجيه مديرية الصيدلة والأوبئة عاطية البي بي إم البري فونت بوبليك بين 90 و100 درهم، 2000%. الوزارة كتعرفوا بأنه صاوي 4.80 درهم، وعاطيها للشركة تبيعوا للمواطن ب 100 درهم. وأغلبية الأدوية ملي مشيت نقارن كنلقى كلها 400%، 1000%، 2000%. هذه راه فلوس غليظة عليا وعليك السيد الوزير، هذه راه واحد البقرة كيحلبوا فيها واحد 30 ولا 40 شركة كبار مني وكبر منك. راك ما كنقول لكش انا هادشي راه محال قد عليه لا انت لا انا، غادي يطرى لينا غير بحال واحد الاغنيه كانوا كيغنوها الدراري ديال لافاك في الحرم الجامعي، ناحي النواح والنواحه على بقره حاحه من الطاحه، والبقره حلوب تحلب قنطار لكن مسلوب من اهل الدار. الحمد لله في عهد محمد السادس ولات كتغنى في القاعه المغربيه، وعندنا الديمقراطيه نقولوا اللي بغينا. ملف كبير هذا السيد الوزير، انا الا عندك جور او دخلتي في هاد الناس شابو، لانه هذا الشيء فيه ملاير كثيره كلها من جيب المواطن، وكلها للاسف كون غير تهزات وتستمرات في قطاع الصحه كون لقيناهم اليوم، ولكن الا زيرتيهم غادي تاثر قطاع البناء وقطاع القعقر والوطيلات والفيرمات. كون غير هزوا هذا الشيء اللي نهبوه ودخلوه لوزاره الصحه، وعندنا صناعه قويه في المغرب وعندنا مستشفيات، والله ما يبقى فينا الحال. بحثت في هذا الشيء السيد الوزير، انا ما جبت حتى شي حاجه وما كنتهمت حتى شي حد وما كنفهمت حتى شي حاجه، حمدنا الله وشكرناه من تخاصموا على هذا 40 مليار اللي درت، وبداو كيفضحوا في بعضياتهم هما اللي جاو عاودوا لنا هذا الخبر، حنا ما كان في راسنا ما يتعاود. فيما يخص تدبيركم لجائحه كورونا السيد الوزير، فيما يخص تدبيركم لجائحه كورونا، درنا الكونفينمون في المغرب 3 موا، كل شيء استجبل السلطات العمومية، والله إلا درنا واحد الكونفينمون زعما برافو للمغاربة شابو للمغاربة. ولكن أنت السيد الوزير أنا حضرت معك في أول لقاء وكان السي اليوبي وعطانا العرض، كان عندكم مخطط، كيفاش كنتوا بديتوا مزيان؟ أنا كنت كنفرح افتخرت بكم.
كان عندكم مخطط نهار قال سيليو وقلتي انت راه غتكون عندنا 10000 الناس شدوا رؤوسهم، وكان كلامكم مقنع غادي مزيان. اش وقع؟ كيفاش كنتي سد على المغاربه واحد 80% ديال المغاربه وكدير بين 100 و200 حاله السيد الوزير، وطلقتيها مره بعد تقريبا ب 80% حيد بعض القطاعات البسيطه اللي هذا ودرتي 2000 وما كنتيش موجد ليها؟ راه غير معقول، راه خصنا ننتظروا هاد 2000 لان كنتو سادين علينا وكنديروا 100 200. اليوم السيد الوزير ديك النهار مشيتي لمراكش وكدير ان شابيتو وكتكريو الشابيتو تجيبوا لي ستون مودولير وتحطوا لنا الشمس وغدا الشتاء. دخلت عليك بالله انا ماشي ما كنفهمش في القطاع هذاك الحي الجامعي ديال مراكش دروك بينا قداك الدخله اش خاصها باش تولي ان سونتر ديال كوفيد؟ واش غادي تدخل لنا الجامعه اليوم غندخلوا الطلبه مع هذه الازمه؟ ما غيكونوش تيها ليلي تيها القاعات، غدا غتجيب لي انستالاسيون دوكسيجين. ثاني حاجه اخرى السيد الوزير، هاد الهلال الاحمر دروك الجمعيات المجتمع المدني وهاد الجماعات اللي حاطين الفلوس كانوا كيديروا بها غير السياسه، دير معاهم اتفاقيه شراكه. واش غدا الا جابوا متطوعين ودرتي لهم السيد الوزير التكوين ديال 15 يوم ولا 20 يوم يعبر الطانسيو ويعطي الدواء ويعبر السخانه ويفرق الماكله، راه غتلقى الالاف ديال المتطوعين بتعويضات بسيطه. ما تحملش انت الوزاره، عيط غير للجمعيات الاقليميه ديال الهلال الاحمر ويديروا اتفاقيه مع الوزاره ومع مع الجماعات ويوظفوا. عندنا 20000 كتكون تقريبا، يعني خصنا واحد 2000 ديال الناس، هاد الناس يعيشوا بخير. ما نخلوا كاع الموظفين في القطاع الصحي ها العريقه بلوا لينا الولاده والمراره وهذا. واش الا وظفنا واحد 2000 بنت وشاب وشابه ولبسناهم مزيان درنا لهم اون فورماسيون دو 15 جور ما يعرفوش يديروا هذا الشيء يستقبلوا لينا هاد الناس؟ ايل بوف لو فير. وتعطيهم واحد 3000 ولا 4000 بشراكه مع هذا، يعني هاد الشيء راه سي با لا ميرابوار. راه كنتوا السيد الوزير كنا واحدين معكم غير في صحتنا، دابا راه قطع الارزاق السيد الوزير ولا قطع الاعناق. راه الرئيسه عاودت لك، راه الا كان شي كونفينمون راه العواقب ديالهم ما غاديش تكون مزيانه، راه الناس ما بقاش عندها فين تزيد الصبر. هنا في شارع محمد الخامس في الرباط خرجت اليوم نتغدى في القهوه اللي مولف كان تغدى فيها وحق الله الى البكيه جاتني على الناس وطرد الخدامه. راعي السيد الوزير راه عناق المغاربه بين يديكم اليوم. هاد الناس 50 سنه هما كينهبوا، وانا عارف على من كنهضر، ماشي كنحملك انت المسؤوليه. 50 عام ولا 40 عام داروا الملاير وعام بغاتكم البلاد ترجلوا معاها. شكرا سيد الرئيس.